يؤدي حجاج بيت الله الحرام ومن جميع أنحاء العالم هذا اليوم آخر مناسك الحج في منى قبل توجههم إلى المسجد الحرام لتأدية طواف الوداع قبل مغادرتهم إلى بلدانهم. أما الحجاج المتعجلون فقد أنهوا أمس مناسكهم وبدأوا اليوم بمغادرة المملكة العربية السعودية عبر منافذ المملكة المختلفة دون مشاكل تذكر. ووفقا للمسؤولين عن موسم الحج، فالموسم الحالي شهد الكثير من التسهيلات والانسيابية في أداء المناسك، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الجهات المشرفة على الحج، والتي عبرت عن ارتياحها إزاء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الخمسة دون مشاكل. الأمور سارت مسارا جيدا وحسنا، ويعتبر هذا الحج يعني من أنجح المواسم التي مرت. وكانت مصلحة الإحصاءات العامة أعلنت يوم السبت الماضي أن عدد الحجاج قد بلغ أكثر من 3.5 مليون. تولى قرابة 120,000 من عناصر الشرطة حمايتهم، فضلا عن رقم مماثل من الموظفين في الهيئات الصحية والخدمية والنظافة، مع 30,000 كاميرا للمراقبة تغطي كافة أنحاء المشاعر والطرق المؤدية إليها.